السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مره جديده في نوفيل فيديو في لاشين ديالي. العيد الكبير ها هو جا، مبروك عيدكم والله يدخلوا عليكم بالصحه والمسرات والهنا ووسع الرزق، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله اللي في خاطرو شي نيه وشي امنيه الله يوفيها ليه. اول حاجه بغيت نعيد عليكم هكا وجها لوجه مباشره، ما بغيتش نكتبها في فيسبوك ولا في انستغرام، ولا بغيت نقولها لكم هكا من قلبي لقلبكم. وثاني حاجه بغيت نقول لكم هي ما نساوش القيمه ديال العيد الاصليه. هذا العيد ماشي غير ذبح وسلخ وشوي ولبس الحوايج وصافي، نو. القيمه الاصليه ديالو هي اننا نكونوا مع الناس اللي كنبغيو، ونحيو صله الرحم ونتغافروا ونسامحوا بيناتنا. ما فيها بس الا كنا غالطين في حق شي واحد نهزوا التليفون ولا نمشيو، ما فيها بس ونتسامحوا ونتغافروا كاملين. هذا هو المعنى الحقيقي ديال العيد. اللي حدا حبابو يحمد الله ويشكروا اول حاجه، وذبحوا وسلخوا وشويو، ومنين تحيدوا عليكم ديك الروينه كما قلت لكم سيروا وتغافروا مع بعضياتكم وشوفوا بعضياتكم، لان الانسان ملي كيكون قريب كيكون في بلاده وكيكون قريب من اهله في الحقيقه راه نعمه ما كنحسوش بها حتى كتحيد لينا. واللي بحالي بعيد على دارهم وبعيد على احبابو، كاين تليفون وكاين سكايب، ما يبقاش فيكم الحال. حتى حنا غادي نعيدو، حتى حنا غادي نشويو، وحتى حنا غادي نفرحو ونهزو هذاك التليفون ونقولو للناس كاملين والعائله كامله والصحاب كاملين، نقول لهم مبروك عيدكم ويتعاد عليكم بالصحه والهنا. والحمد لله كما قلت لكم راه كاين سكايب شاطي وشويو مع بعضياتكم او ميم طون، سواء كنتو شي في ميريكان شي في المغرب او لا شي في الشرق وشي في الغرب، ماشي مشكله. اليوم الحمد لله على الانترنت كيقرب البعيد. نرجعوا للمواضيع ديال البنات. الفيديو ديال هذا النهار بغيت نوريكم اماكياج وانتونيو غابيد باش نتوجدوا للعيد، وي في الصباح كتكون الروينه والجناوه والدمايات وذبح وسلخ وشويو ونقي. الصباح ما كيكون فينا ما يتشاف، ولكن منين كنكملوا هذيك الروينه كامله كنبغيو نلبسوا حويجه مزيانه بالليه غالبا ونمشيو نشوفوا عائلتنا. دونك غادي نوريكم اقتراح ديالي هذا النهار للمكياج واللبسه بلديه، نتمنى يعجبكم. ومره اخرى مبروك عيدكم، جو في بلان بيزو، وكنقول لكم على بروشين. الو غادي نبداو كما العاده بلا بازا بوبيغ اي لاف ستيج، غادي نحمقكم بها ونقهركم بها. المهم حتى تسالي، هذه سي اون تري très très bonne base à paupières efficace ou rخيصه كما كنقول لكم، وكالعاده لي برودوي كاملين اللي غنخدموا بهم غيكونوا في لا بار دانفو. دونك غادي ناخذ اون كولور ماروني شويه بريك، غادي نبدا نخدم بها في الكرو ديال لا بوبيير او لا البوبيير الفوقانيه كامله من الكرو الفوق، وغادي نبلانديها مزيان باش نبريباري سموكي اللي غادي نخدم فوق منها بالكحل. ومن بعد غادي ناخذ ان بانسو بوينتو وغادي نهز به اللون الكحل، وغادي نرسم واحد الخط فين كيتلاقى الجفن الفوقاني فيكس وموبيل. كما كتشوفوا غادي ندير خط وغادي نبقى نجبد من داك الخط للفوق، وغادي ناخذ ان بانسو كرايون وغادي نبدا نبلاندي هذيك لا كولور الكحله. وانا غدا وانا كنزيد شويه ديال لا ماتيير الى خصاتني، وكنطلع الفوق وكنبلاندي مزيان، المهم ما نهبطش لتحت من الخط للفوق، وديك الساعه بلاند 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 بلاند. من بعد غنهز الفيكس بلاس وغادي نرشو على البانسو، وغناخذ به اون كولور دوري هي اللي غادي ندير في داك الجفن التحتاني اللي ما خربتش فيه في الاول، وغادي نكونسونطريها مزيان. ومن بعد نعاود نهز لا كولور نوار ونعاود نرجع بها على داك الخط باش نعاود نحددو، لان مع البلاند ولا كشف شي شويه. وبقطينا فيها شويه ديال الديماكيون، غادي نمسح الجناب ديال العينين باش نحدد الخط يكون شارب. وهذه هي النتيجه من مور الكحل والايلاينر والماسكارا، خص يعطيك شي حاجه بحال هكا زوين ياكم. من بعد هاد التمارين كامله جاني الجوع، دونك غنهز شي حاجه ناكلها وندوزو لتا. غادي نبريباري بيبي سكين ديال ميبلين، وغادي نخدم بهاد الفون دو تان دابل وير ديال استي لودور غزال. هذا لا كوفرونس ديالو واعره وكيدوم بزاف فوق الوجه يعني النهار كامل. وغادي نخدمو في لوتان ديالي بان بانسو ريل تكنيك بيان سور كيما القاعده، في الجبهه في الجناب ونهبطو شويه في العنق، ما نخليو حتى بلاصه ما ندوزوش عليها بهذاك الفون دو تان. كيما كتشوفوا لا كوفرونس ديالو زوينه ولا تانت ديالو جايني نيشان مع وجهي. ومن حيث الماكياج ديال هذا النهار العيد ومناسبه يعني ماشي ساير ليام، غادي ندير شويه ديال الهايلايت والكونتورين. غادي ناخذ البرو كونسيل ديال اليغول وغادي نديرو تحت عينيا وفي العظم ديال النيفي في الجبهه وفي المونطون، يعني كاع البلايص اللي غادي نبغي نشد فيهم لا لوميير، وغادي نايطاليه بان بانسو. في الحقيقه ما كانش عليا ندير هاد لي طاب دابا، لان بون تفكرت باللي خاصني ندير السموكي حتى تحت عينيا، مي سي با غاف. غادي نكمل الهايلايت ومن موراها غادي ندوز نكمل السموكي تحت العينين.
دونك كما غادي تشوفوا معايا دابا غادي ندير داك الكحول اللي درته تحت عينيا، غادي نولي نسماجي شي شويه من التحت، وغادي نولي ناخذ نفس الكريون اولا البانسو كريون وغادي نقاد سموكي، وعاد ديك الساعه نعاود نولي ندوز البانسو بشي شويه ديال الكونسيلر ونقي كاع لي غوشوت اللي يقدروا يكونوا طاحوا لي باش يبقى البلاصه مضويه وتبقى عندي النتيجه اللي بغيت. وديك الساعه غادي ناخذ اون بودر ترونسبارونت وغادي نبودري البلاصه اللي درت فيها الكونسيلر، وابخي غادي ناخذ لا بودر ديال وجهي وغادي ندوز على وجهي كامل باش ما يبقاش الماء وباش نفيكسيو الميك اب. من بعد غادي ناخذ هذا البرونزر من ميك اب ريفولوسيون، كيعجبني حيت ما فيش لي سوتون اورانجي، وغادي ندير به الكونتورينغ على شكل 3 او اللي منو ليسر، دونك جنب ديال الجبهه وديال العظم ديال الحنك والمونطون، وغادي نبلاندي مزيان لان الاساس في الميك اب هو انه ما يكون باين حتى شي خط معيق، خاص داكشي كامل يتبلاندا مزيان اولا يتخلط مزيان. و بيان سور تو فيني افيك طون بلوش بريفيري، انا اختاريت هذا ديال سليك دونك ضحيكه كما كنقول لكم، ودائما البلوش فوق البومبي ديال الحناك والجب ديال الفوق. اي فورسيمون غادي نكملو بلا ستار ديال الشو، الهايلايت ديالي فافوري دو تو لي طون ماريلو من نايزا، غادي نديروه في العظم ديال الحنك الفوقاني. اي بيم فواسي لو ريزولتا ديال هاد الميك اب ديال هاد النهار. ويبقاو لينا الشنايف، غادي نخدمهم بهاد لو تري والعكار ديالو من لا كوليكسيون الاخرى ديال كيكو، غادي ندير لكم لي ريفيرونس لتحت، دونك شويه ديال الغش في الشنيفات حيت عندي صغار كما كتعرفوا كوم دابيتود، ولا كولور فنه فنه، غادي نخلي لكم لي ريفيرونس هاد لا كوليكسيون جاو فيها العكاكر بالاقلام ديالهم. ايوا ضربت لها تعكيره لدوك الشنايف، وهذا هو الريزلت ديال هذا المكياج ديال هذا النهار. نتمنى يكون جاكم على ذوقكم وعجبكم، وندوزو لدابا للتبديله، نخليكم مع لي زيماج وتهلاو لي فراسكم. باي. Let's go.